الشكل المثلثي لزد بار وموان زد. إذن في هذه الحصة غنحاولوا نشوفوا كيفية تحديد الشكل المثلثي ديال زد بار وديال موان زد انطلاقا من الشكل المثلثي ديال زد. إذا ليكون زد كيساوي ار ديتا، أي المعيار ديال زد كيساوي لنا ار، والارغيومون ديال زد يوافق ديتا بترديد دو بي. إذن غنبداو بالمعيار. كنعرفوا بأن المعيار ديال زد راه كيساوي لنا المعيار ديال زد بار كيساوي المعيار ديال موان زد. إذا المشكل غيكون عندنا في الارغيومون. إذا ناخذ واحد الشكل هندسي، غادي هذا الشكل الهندسي ممثلين فيه الصورة ديال زد. إذا إلا كان زد كيساوي لنا أ زائد إي بي، فزد بار كيساوي لنا موان أ أو لا أ ناقص إي بي. شنو كيعني هذا؟ كيعني أن أم و أم بريم اللي هي الصورة ديال زد بريم كيكونوا متماثلتان بالنسبة للمحور الحقيقي، أي أن المحور الحقيقي هو محور تماثلي، هو محور التماثل ديال الزاوية أم أو أم بريم. إذا عندنا هنا ديتا، لاغيمون ديال زد هو ديتا، وغادي نحاولوا نشوفوا لاغيمون ديال زد بار. إذا قلنا الزاويتين متماثلتان، يعني هاد الزاوية راه كتقيس هاد الزاوية. إذا الزاوية الموجهة U أو O1 أو M بريم اللي هي لارغيومون. إذا الزاوية موجهة مادام هذا منحى سالب، وبالتالي فغتساوي لنا توافق موان ديتا بترديد دو بي. إذا لارغيومون ديال زد بار يوافق موان ديتا بترديد دو بي، وبالتالي زد بار الشكل المثلثي ديالو. إذا كنا المعيار نفس المعيار ديال زد اللي هو ار، والارغيومون ديال زد بار كيساوي لنا موان ديتا. إذا هذا هو الشكل المثلثي لزد بار. الآن نشوفوا الشكل المثلثي ديال موان زد. إذا موان زد إلا كانت عندنا زد هي أ زائد بي، فموان زد موان أ موان أ أولا موان بي إي، وبالتالي فام دو بريم الصورة ديال موان زد و ام الصورة ديال زد هما نقطتان متماثلتان بالنسبة لأصل المعلم. إذا إلا بغينا نحسبوا لارغيمون ديال موان زد، إذا لارغيمون موان زد هو القياس ديال الزاوية او ان و ام دو بريم. إذا القياس الجبري، إذا القياس ديال الزاوية فهو القياس ديال الزاوية او ان او ام اللي هو ديتا زائد هاد الزاوية هادي اللي هي بي 180 درجة. إذا زائد بي بترديد دائما دو بي، وبالتالي فلارغيومون ديال موان زد تساوي لنا بي بلوس لارغيومون ديال زد. إذن موان زد يساوي ار بي بلوس ديتا. إذن إلا كان عندنا زد الشكل المثلثي ديالو هو ار ديتا كيتكتب بهذا الشكل هذا، فزد بار يساوي ار موان ديتا، و موان زد يساوي ار ديتا بلس بي.